وسر عنده علانية. الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى. الخلق خلقه، والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم ابتغى نساؤكم ففسق شبانكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: أوإن ذلك كائن يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذ رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذ أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: يقول الله تعالى: بي حلفت لألقين عليهم فتن يسير الحليم فيها حيران. رواه الدارمي بعضه وأبو يعلى بعضه، وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. إخوتنا الكرام، إن الله سبحانه وتعالى أعزنا بالإسلام. هو الذي شرع الدين وأحل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا وجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإسلام دين الفطرة. والفطرة سهل الجاعل إلى الطعام سرعان، سهل العطشان إلى الماء عجلان، سهل جبل عليها.
فدين الإسلام إن الله سبحانه وتعالى أكمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ختم بكتابنا الكتب وبديننا الأديان وبشريعتنا الشرائع. اليوم قدمه على أكملتم يشير إلى نعمة كبرى بأن إكمال الدين واقع في هذا اليوم ما سبق من قبل. اليوم يا أمة محمد، اليوم هذه النعمة تمت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أكرمت بهذا لأمة قبلكم، أكملت لكم دينكم، قدم لكم على دينكم. يشير إلى نعمة أخرى بأنكم أنتم خصصتم بهذه النعمة لكم فقط يا أمة محمد لا لغيركم، كما كمال الدين لكم خاصة واليوم ليس قبله. والكمال يدل على تمام الصفات، والإتمام يدل على تمام الأجزاء. شيء رجل تقي أعرج يقال له كامل لا يقال له تمام، بطل قوي فاسق يقال له تمام لا يقال له كامل. فأكمل هذا الدين من حيث صفاته وأتمه من حيث أجزائه، وأكمل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأتم علينا عليكم. فاختلف أمر الدين عن أمر الدنيا، أما الدنيا فما نشاء لمن نريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس ما شئت أنا، وليس لكل من شاء وأراد، بل ما يشاء لمن يريد. شاء ألف آتى مئة، مئة شاء مئة ألف آتاهم ألف، ما نشاء لمن نريد. ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما الدين فليس ما نشاء لمن نريد، بل هو عليكم، على العرب والعجم، على الخواص والعوام، على الرجال والنساء، على الذكور والإناث، على الصغار والكبار، لكل عليكم. هذا كالمطر، الآن قدم ما عندك من الصحون، صغير أوسط كبير أكبر، يملأه ربك لك. الدين كالمطر، كديمة مدرار، يرسل السماء عليكم مدرارا. الدين كالمطر المدرار، فإذا أكببت كأسك وقلبته لا عيب لا نعيب ربنا جل وعلا. هو أمطر، السماء أمطرت، ولكن قلبت كأسي لا يدخل شيء. رجل قدم حوض يملأه، قدم صحنا كبير يملأه، قدم كأسا يملأه، قدم إبريق يملأه، قدم قربة يملأه. عليكم. ويهدي إليه من ينيب،
فهو مدار النجاة، هو مدار النجاة. يوم القيامة يأتي تعطي الصلاة، اللهم إني الصلاة، يقول إنك على خير. الصوم، يا رب أنا الصيام، إنك على خير. الحج، أنا الحج، إنك على خير. أنا الصدقة، إنك على خير. حتى تمر الأعمال كلها ويأتي الإسلام أخيرا ويقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى بلى أنت الإسلام وأنا السلام، اليوم بك آخذ وبك أعطي. الدنيا دار الابتلاء، دار غرور، دار فناء، دار البلاء، جناح بعوض، بيت العنكبوت، سراب بقية يحسبه الظمآن ماء. هي ثلاثة أيام، يوم أمس مضى، يعود؟ أجيبه، يعود؟ يوم غد، أندري ندركه أم لا؟ أجيبه، كم بقي؟ يوم، هي الحياة. ويقول عليه السلام: كم من مقبل يوما لا يكمله، يرى طلوع الشمس ويغرب قبل غروبها بنفسه، ويصبح رهين التراب، تاكله الديدان. فهذا دار الغرور، دنيا تخادعني كأني لست أعرف حالها، مدت إلي يمينها فقطعتها وشمالها، منع الإله حرامها وأنا اجتنبت حلالها، فرأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر، يحق الحق ويبطل الباطل، ألا وإن الخير كله بحظافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحظافيره في النار. ما يحمل ظفر، كم يحمل ظفر؟ ترون ظفر؟ أباعد ترونه؟ ما يحمل ظفر من الجنة لو بدا لتنورت الدنيا بما فيها، وتعترت بما عليها، وتزخرفت بما عليها، بما ما يحمل الظفر. فكيف الجنة بنعيمها وأنهارها وثمارها وقصورها وحورها؟ كيف؟ ولو أن رجلا أخرج من النار إلى الدنيا فتنفس، يتنفس فقط، يتنفس فيموت من على سبع كارات بنفسه شدة حرارة. الحياة بعد الممات، هذا حلم كل واحد في الأحلام. فإن الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء والمرسلين لإحياء دينه وإيصال رسالاته
إلى خلقه حتى أتى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. لما أتى فغير الله سنته. قبل مجيئه لكل قوم هاد، لكل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلما جاء سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فغير سنته فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. في نفس السورة قال بعده بقليل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وأما يا حبيبي يا محمد أنت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فجاء لجميع البشرية، لجميع الخلائق، للجن والإنس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فجاء للجن وللإنس وللعرب وللعجم، فكان ينبغي أن يعيش عمر نوح، وأعطي ملك سليمان والجيوش ذي القرنين حتى يبلغ رسالات ربه، لكن ولد يتيما وعاش فقيرا ومات مسكينا. لا تجد عائشة رضي الله تعالى عنها زيتا لتولع السراج آخر ليلة يفارق من الدنيا، لا تجد. وهو رسول للعالمين، فإيش فعل الله تعالى؟ أقام أمته لمسؤوليته، فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت، فأقول يا رب قد بلغت، فليبلغ الشاهد الغائب. إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. فنحن الآن نحمل هذه المسؤولية ونبلغ الناس. فأي مسؤولية؟ مسؤولية لا إله إلا الله. نعرف ربنا ونعرف الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عامة المفسرين فسروه أمة قصدا، عدلا، ما فيهم غلوف، ما فيهم الإفراط والتفريط. الطبري جاء بمعنى جميل لطيف، الطبري رحمه الله، هلا أمة وسطة أي أمة واسطة، كما كان الأنبياء واسطة بين الله وخلقه، فهذه الأمة الآن الواسطة بين الله وخلقه، كما هذا مايكروفون واسطة بيني وبينكم، لولا هذا ما بلغ صوتي. كذلك أمة أحمد، عربها وعجمها هم الآن واسطة بين الله وبين خلقه. نحن نعرف ربنا ونعرف الناس. أول علم وأول دعوة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعرف فقط لا إله إلا الله بلا يقين، بلا كيفية، بلا فهم المعاني، بلا شرح الكلمات والألفاظ، فقط لا إله إلا الله. ألا بطاقة صغيرة، كم قوة هذه لا إله إلا الله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا
الذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضين في كفة الميزان. هذه الكفة لا يليق إلا بربنا جل وعلا أن يصنع، لأنها نضع فيه الأرضين السبع بجبالها بصحرائها بأوديتها بأنهارها بمعادنها برجالها بنسائها بجنها وإنسها بصغيرها وكبيرها ومدنها وبداوتها بحديدها ونحاسها وذهبها وفضتها، ونضع فيه ذات أربع ذات رجلين ومن يمشي على بطنه، ونضع فيه الفيل والبقر والغنم والوحوش والإبل والضان أردن في كل مكان نرى، كل هذا نضع فيه، كل هذا يوضع فيه، ثم الغابات ثم الأشجار ثم البحار ثم الحيطان، حيطان أكبر من السفينة الكبرى، كلها نضع فيه، والدبابات والطائرات والسلاح والأموال والأمتعة والمباني والبيوت، مباني دبي وأمريكا شامخة، جبال هملايا لا تقاد ترى، فكل هذا في كفة، ثم الشمس في كفة والقمر في كفة والنجوم في كفة والسماء الأولى بملائكتها في كفة والثانية بملائكتها في كفة، أنتم معي نايمون؟ طيب، والرابعة بملائكتها في كفة والخامسة بملائكتها في كفة والسادسة بملائكتها في كفة والسابعة بملائكتها وجنتها، لأن الجنة أساسها السماء السابع وسقفها عرش الرحمن، أساسها السماء السابع وسقفها عرش الرحمن، فالجنة بنعيمها وأنهارها وحورها وقصورها وبنعيمها وبما فيها في كفة، والكرسي في كفة واللوح في كفة والعرش في كفة وجبريل في كفة وميكائيل في كفة وإسرافيل في كفة وملك الموت في كفة وجنود الله لا يعلم جنوده إلا الله في كفة وحملة العرش في كفة، ما سوى ربنا كله في كفة، من الأرض إلى العرش، من السماء إلى الأرض، من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، من ذات الأرواح ومن الجوامد الجامد النبات الخضار الحشيش الكلى، كل في كفة، وكتبت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله. يقول شاعرنا جميغو يا مسلمان بلرزم كتان مشكلات لا إلارا، لما أقول لا إله إلا الله فيقشعر جلدي وشعري، لأني عرفت إيش لا إله إلا الله. أول جهل ما عرفنا إلهنا، ما عرفنا ربنا، ما عرفنا ربنا، من هو من هو؟ الله لا إله إلا هو، من هو؟ الحي القيوم، من هو؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، كيف ملكه؟ له ما في السماوات وما في الأرض، كيف ملكه؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وكيف علمه؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إيش اسمه؟ الله. أمعه غيره؟ لا إله إلا هو. أمعه في صفاته شريك؟ له الأسماء الحسنى،
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو أول علم فاعلم إيش؟ الأصول، الأقاعد، أسماء الرجال، الفقهيات، الخلافيات، البلاغة، الفقه، الصرف، النحو. لا 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 لا، أول علم فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، بلى وهو الخلاق العليم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، لا نعلم من هو وما هو، فاحتجنا إلى علمه فعرف نفسه بنفسه. قل هو الله أحد، أحد وواحد، الواحد الذي لا شريك له، الأحد الذي لا مثل له. أنا أستطيع أن أقول أملك هذا الثياب لوحدي، أقول لوحدي أنا مالك لوحدي، لا أحد يقول أنا وأنا مالك لأحدي، أحد فقط فقط فقط، حتى مجازا لا يقال لأحد أحد، أحد الله، أحد الله، أحد الله. قل هو الله أحد، ليس له بديل ولا نذير ولا شبيه ولا مثال ولا ند ولا ضد، لا مثل له لا مثال له لا شبه له، لا شيء لا شيء يشبهه، قبل كل شيء بعد كل شيء فوق كل شيء دون كل شيء، خالق كل شيء مالك كل شيء رازق كل شيء، لا يعجزه شيء لا يحتاج إلى شيء، لا يؤوده شيء لا يؤوده شيء، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا إلهنا الله. من هو الله؟ يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيد الأرحام وما تزداد. من هو الله؟ لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. من هو؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من هو؟ الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه. من هو؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. من هو؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. من هو؟ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عرف نفسه بنفسه، سبح لله ما في السماوات والأرض. لا تسبحوا يا أهل أردن، لا تسبحوا يا أهل باكستان، هو غني عنا وعنكم. ليش؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. لما يسبحونه؟ لأنه له ملك السماوات والأرض. إيش علامته؟ يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه شيء وليس كمثله شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الذي يستحق الأولية والآخرية، الذي يستحق أن يكون ظاهرا وباطنا، هو يستطيع أن يدعي ويقول وقوله حق صادق مصدوق، وهو بكل شيء عليم. لأنه الأول ليس قبله شيء فعرف كل شيء، هو الآخر ليس بعده شيء فعلم كل شيء، الظاهر ليس فوقه شيء فعلام بكل شيء، الباطن ليس دونه شيء فعلام بما في الصدور. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. من هو؟ هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر. من هو؟ الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب،
الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل. من هو؟ من هو؟ من هو؟ اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. هذا إلهنا وإلهكم. ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنى توفكون. أإله مع الله أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. اسمه شقوى الرحمن. بل يا أهل أردن يا أهل باكستان يا أهل الشرق والغرب أنتم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي في عمان في كرك وجعل بين البحرين حاجزا هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج بينهما برزخ لا يبغيان. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح مبشرا برحمته مبشرات برحمته. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل اتارق علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هو الذي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هل تعلم له سميا؟ هل تعلمون له سميا؟ الادعاء يدعي. يا أهل الشرق هل تعلمون له سميا؟ يا أهل الغرب هل تعلمون له سميا؟ يا أهل الشمال هل تعلمون له سميا؟ يا أهل الجنوب هل تعلمون له سميا؟ يا أهل السماء هل تعلمون له سميا؟ يا أهل الأرض هل تعلمون له سميا؟ يا أيها الإنس والجن هل تعلمون له سميا؟ يا أيها الملائكة هل تعلمون له سميا؟ يا معشر الأنبياء هل تعلمون له سميا؟ يا معشر العرب هل تعلمون له سميا؟ يا أبناء العجم هل تعلمون له سميا؟ يا من في السماء والأرض هل عندكم غير الله؟ هل عندكم غير الله؟
يأتيكم بليل تسكنون فيه هل عندكم غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون هل عندكم غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هل لكم إله غير الله جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم بليل هو يعرف إن ربكم من الله إن ربكم الله إيش فعل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الليل والنهار تبارك الله رب العالمين ألا له الأرض والسماء تبارك الله رب العالمين ألا له السحاري والبراري تبارك الله رب العالمين ألا له الجبال والأودية والآكام تبارك الله رب العالمين ألا له الأحياء والأموات تبارك الله رب العالمين ألا له الملائكة والجن والإنس والعرش والكرسي والجنة والنار تبارك الله رب العالمين الخلق والليل والنهار وما سكن فيهما كلها لله وحده جل جلاله لا شريك له أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوصوا من آتى كل شيء هالك إلا وجه كل ملك سائل إلا ملكه كل ظل قالص إلا ظله ضرب لنفسه مثلا إيش طارق جميل أنا ابن عجمي أتتأتوا وأخاف أتكلم أمام العرب أنتم أهل اللغة وأنا درست وتعلمت وأخطأت وأصبت هو ضرب لنفسي مثلا يا معشر العرب والعجم أيها الشعراء أيها العلماء أيها البلغاء أيها المحدثون أيها المفسرون تعالوا إلى أين إلى أين لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أقطالكم الأشجار أقطالكم الأشجار أشجار أردن قليل أشجار الدنيا كلها أقطوها أقلام ولا أتعبكم لا أتعبكم لو كان البحر مدادا أجعل لكم البحار مداد والبحر يمده من بعده سبع بحار كلها مداد والأشجار أقلام وتعالوا واقعدوا حول البحار يا معشر الشعراء يا معشر الأدباء يا معشر العلماء يا معشر عامة الناس وخاصتهم يا أهل العرب والعجم يا أهل اللغات المختلفة من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم من العجائب حمار باكستان حمار أردن لو اجتمع فهم بعضهم من بعض باكستاني اجتمع المال أردني أردني اجتمع ما أفغاني لا يفهم هذا من هذا ولا هذا من هذا عصفور باكستان يفهم من عصفور أردن عصفور أردن يفهم من عصفور باكستان ولكن علامة من أردن لا يفهم من باكستاني باكستاني لا يفهم من عربي عربي لا يفهم من إنجليزي إنجليزي لا 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 يفهم من 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 إيطالي أول جماعة ذهبت إلى الشام قبل 40 سنة احتاجوا إلى بيت فمسكين ذهب إلى الدكان ويشير له هكذا وإيش هكذا؟ يقول هكذا أول أرى الدكان ما وجد البيض
فيشيره هكذا. وقال شايف ما فهمت. فقال كو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  هكذا. بيت بيت بيت. ولكن دجاج أردني تفهم من دجاج باكستاني. من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذا من آيات الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفر بربك أنه على كل شيء شهيد. يا معشر الجن والإنس هلموا إلى شاطئ البحر هذا القلم وهذا الورق اكتبوا فعلمكم ناقص فأنادي الملائكة معكم. فنزلت ملائكة السماء الأولى فاستنصرناهم فناصرونا فتعبوا فاستنزلنا ملائكة السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة وعلمهم أقل من علم حملة العرش فأنزلناهم وهم كتبوا وعلمهم أقل من جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فساعد فاستنصرناهم فاستنزلناهم فنزل جبريل مع القلم والكتاب وإسرافيل مع القلم والورق وميكائيل مع القلم والورق وملك الموت مع القلم والورق وكلهم جلسوا حول البحار. ثم علمهم أقل من علم الأنبياء فنادينا الأنبياء فجاءوا يسرعون إلينا وأخذوا الأقلام والأوراق فبدأوا يثنون على ربهم ويحمدونه. ثم علم الأنبياء أقل من علم المرسلين فنادينا المرسلين فجاء الرسل فجاءوا يكتبون معانا. ثم علمهم أقل من علم سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يقول عليه السلام سيد الأنبياء أربع إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وأنا سيدهم. ثم نادينا سيد المرسلين سيد المرسلين سيد المرسلين حبيب الله رسول الله خليل الله كليم الله ناديناه يا رسول الله تعبنا تعال اكتب احمد ربك اثني على ربك سبح ربك هلله كبره. فجاء بالقلم والكتاب فبدأ كل يكتبون وكل اوتي علم خزائن الله تعالى ما تتأتى ما توقف ما تفكر ما معا حرفا ما شتب عبارة بل كل لفظ أجل من الأول كل سطر أفضل من الأول كل عبارة أفضل وأعلى وعليا من الأول. فأيش 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 النتيجة كتبنا وكتبنا 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 ومر الأزمنة والقرون فإيش النتيجة لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا ولو جينا بمثله مددا. هذا الرب ينادينا يا أيها الإنسان. الله أكبر ما غرك بربك الكريم. يا والله انا اتعجب من هذه الآية كأن العسل. لما تقول الام يا ولدي فانا استطيع ان اترجم كلامها ولا استطيع ان اترجم محبتها. انا استطيع ان اترجم كلامها لا استطيع ان اترجم محبتها في داخل الكلمة يا ولدي. وربنا يحبنا اكثر من امهاتنا وابائنا يقول يا ايها الانسان. الله اكبر كيف اترجم عسيلة هذا الكلام. استطيع ان ابين صرفه ونحوه وبلاغته هي أشياء قانونية
كيف أخرج منه محبة الرحمن لعبده؟ لم يقل يا أيها المؤمن، لم يقل يا أيها التقي، لم يقل يا أيها الداعي، لم يقل يا أيها الصائم، لم يقل يا أيها الذاكر، لم يقل يا أيها النقي التقي، يا أيها الإنسان. حتى شارب الخمر توجه الكلام إليه، الراقص في الملاهي الكلام يتوجه إليه، الكافر الكلام يتوجه، يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بمن؟ لم يقل بإلهك، لأن فيه الهيبة والإجلال، جاء بكلمة الرب تدل على المحبة والحنان. ما غرك بربك، بربك أي رب الكريم، أي كريم الذي خلقك، أي خالق فصوّاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا ابن آدم مني لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. يا ابن آدم كم تتزين للناس فهل تزينت لأجلي؟ كل هذه الأمة، كل فرد من أفرادها يدعو إلى الله، لا ندعو إلى الفلسفة، ندعو إلى الله، ندعو إلى الله. لا إله إلا الله، لا هي غنية واحدة توظف بأوتار القلوب. هذا القلب فقط يعرف لا إله إلا الله، إذا عرف لا إله إلا الله خلاص وصل إلى مقصدها، إلى مقصده. هذه أول دعوة، أمة محمد تدعو إلى الله، ادعو إلى ربك إنك على هدى مستقيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وندعو، وندعو ليس فقط إلى الله، ندعو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامحونا ينقصنا كثير، نحن لا نتكلم في مدح الرسول، بس يقين 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 يقين. المخلوق لا ينفع لا يضر لا ينفع، بالكلمات لا يأتي اليقين. وليس معنى اليقين أن يبدي لك الله تعالى من الكرامات والمعجزات، تفرش مصلى ثم ترفع وتجد تحته دينار، ليس هذا معنى اليقين. معنى اليقين أن تقتصب الحلال وتقتنع بالحلال وتجتنب الحرام، هذا هو اليقين. ليس معنى اليقين لا تأكل دواء فيشفني الله، لا تقتصب وتقول يرزقني الله، هذا جهل. معنى اليقين قم بالحلال واقتنع بالحلال واجتنب الحرام، فأنت صاحب التوكل واليقين. أما ترون إلى أبي بكر خير الخلائق بعد الأنبياء، يحمل قماش على كتفه بعدما استخلف ويدخل السوق، فلقي عمر الى اين يا ابا بكر؟ قال الى السوق. فليش؟ قال ابي القماش. قال فمن لهذه الخلافة؟ قال من اين اطعم اولادي؟ اضعف يقينه، يقينه ضعيف. هلا قال ابو بكر الآن أصلي وأسأل ربي بلا مباشرة. فهمنا معنى اليقين خطأ فاحش. أيوجد في الصحابة والأمة أعلم من أبي بكر وأفضل من أبي بكر وأشد يقينا من أبي بكر وأقوى إيمانا من أبي بكر؟ يقول من أين أطعم عيالي؟
فبعده ثانيهم عمر ثانيهم عمر. فهلا قال عمر: لم لا تسأل ربك؟ لم لا تصوم؟ لم لا تصلي؟ لم لا تدعو ربك فيعطيك مباشرة بلا أسباب؟ فقال: تعال نشاور في أمرك. فجمع العشرة المبشرة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد أبو الأعور في الجنة. أبو عبيدة عندكم رضي الله تعالى عنه. هؤلاء العشرة المبشرة جالسون يتشاورون في أمر أبي بكر. هلا قال أحد منهم: فيما تتفكرون؟ فيما أنتم تشاورون؟ نحن نسأل ربنا مباشرة يرزقنا من السماء. أما رزق بني إسرائيل في التيه؟ أما رزق يونس في الحوت؟ أما رزق إبراهيم في النار؟ المعجزات لا يستدل بها، الكرامات لا يستدل بها، الكرامات لا يستدل بها، المعجزات لا يستدل بها. سعد بن أبي وقاص عبر الدجلة، دخل بالستين ألف. لما بلغ الخبر عمر فلما بلغ الخبر عمر فكتب إلى الآفاق، إلى أمراء الجيوش والجنود: لا يتبع أحد سعد بن أبي وقاص ولا يدخل بالجيش في الأنهار. أحد العمراء لم يطعه وقال: دخل سعد، لم لا ندخل؟ دخل فغرق كثير من الصحابة. الكرامات لا يستدل بها. عندنا يضرب قصة كثير في باكستان. خرج رجل في طلب المعاش فوجد حية عمياء، فيأتي العصفور، يأتي العصفور في منقاره حبة فيضع في فم الحية، يذهب ويأتي بالحبة ويضع في فم. فرجع إلى بلده، قالوا: ذهبت للمعاش ورجعت؟ قال: رأيت حية عمياء يرزقه الله سبحانه وتعالى بيد العصفور، فلم لا يرزقني وأنا بشر ورجل؟ فيستدلون بها: الذي يطعم حية عمياء لم لا يطعمنا ونصلي ونصوم؟ ولكن قال قائل: يا أحمق، يا سفيه الأحلام، ضربت لنفسك مثل الحية، هل لا ضربت لنفسك مثل العصفور؟ كن عصفور لتطعم غيرك، كن عصفور لتطعم غيرك. ليس معنى اليقين الكرامات والمعجزات. رفعت المخدة فتحته $1,000. الدنيا دار الأسباب. النبي يلبس درعين ويمينه جبريل ويساره ميكائيل. يحتاج إلى الدرع، يلبس درعين، ليس درع واحد في أحد، ويمينه جبريل ويساره ميكائيل، ويد الله عليه. يختفي في الغار، أهو جبان؟ أهو خائف على نفسه؟ والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. سنة الله في خلقه. الدنيا، الدنيا مدارها بالأسباب، مدارها الأسباب. نعم، ثم الأسباب انتشر بين الحلال والحرام، فأمرنا أن نكتسب ونتمسك بالحلال ونترك الحرام. فإن أنا تركت الحرام واجتنبت الحرام واقتنعت بالحلال فأنا صاحب اليقين والتوكل. هذا هو اليقين والتوكل. نمشي بلا زاد، نمشي بلا زاد ونتوكل على الله. أما يطعم العصافير؟ أما يطعم الطيور؟
أيطعمهم في أوكارهم في آشاشهم أو هم يغدون ويروحون؟ ألا يغدون؟ أما ترون الغربان قبل طلوع الشمس صراعا يغدو يغدو ثم يروح بطانا، يغدو خماس يروح بطان، يترك الرشح وكره. الأسد يخرج من الغار ويفترس، السهم يفارق القوس فيصد. ففهمنا معنى اليقين خطأ فاحش. أنت ما لم تعلمت اليقين إلى الآن؟ إلى الآن يقينك على الدكان؟ إلى الآن يقينك على الوظيفة؟ اترك الوظيفة، اترك الدكان وتوكل على الله. هذا جاهل. نفهم شرع الله لكل منكم، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر. شرع الله سنة الله في خلقه بالأسباب. ثم استخلف عمر، استخلف عمر فجمع الصحابة قال أيها الناس، كان معاشي بالتجارة فاستخلفت، لا أستطيع أن أقوم بالتجارة، فانظروا في أمري في أهلي وأولاد، من أين أطعم؟ فكنت أقول نحن فقط نتكلم في لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، هذا بس كالرقية كالرقية كلام بلا فهم. شمي يوم مسلمان بالأرزم كدانا مشكلاتي لا إله را يقي مثل خليلة تشنشيني، يقين الله مستي خذ كزيني، سنة تهذيب حاضر كي گرفتار، غلامي سي بتر ہے بے يقيني. آها نتكلم في لا إله إلا الله ونتكلم في محمد رسول الله، نحن لا نتكلم في محمد رسول الله، بس فقط في اتباع طريق محمد صلى الله عليه وسلم. من محمد؟ من محمد؟ هو منكم، لعل كثير منكم من سلالته من نسبه أو كريم منهم. إن الله تعالى تخير القبائل فاختار العرب. أنتم خير ثم تخير العرب فاختار مضر، ثم تخير مضر فاختار قريش، ثم تخير قريش فاختار بني هاشم، هاشم ثم تخير بني هاشم فاختار منهم محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم، كيف مدح ربه حبيبه؟ نقتني فقط بالقرآن. كيف مدح حبيبه ونبيه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا. هذا مدح الله تعالى لحبيبه، خلقه هو خالق وهذا مخلوق، هو خلاق وهذا مخلوق، يثني على خلقه، يثني على مخلوقه، يثني على حبيبه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويثني على حبيبه ونبيه وخليله وكليمه ويقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول قالوا لنوح إنا لنراك في صفاهة، قال يا قوم ليس بي صفاهة. أجاب بنفس قيل لحبيبنا أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون،
يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا نوح إنا لنراك في صفاهة. قال نوح ليس بي صفاها. يا أيها الذي نزل إليه الذكر إنك لمجنون. فأجاب ربه قبل أن يجيب نبيه قال يا حبيبي أتكفلك، أنا أتكفل عنك. ها اسمع وإشكال نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قالوا إنه شاعر، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فقال الله تعالى يا حبيبي أنا وكيلك، أنا كفيلك، أجيب عنك. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، فما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. فقالوا ويقول الذين كفروا لست مرسلا، لست مرسلا. فأجاب ربه جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، فلقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شأنك هو الأبتر. هذا هو حبيبنا وسيدنا ورسولنا ونبينا. فتح به، فتح به، فتح به. عيون عميا، قلوب غلفا، آذانا سما، جعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والحق منطقه، والعدل سيرته، والهدي إمامه، والإسلام ملته، وسماه أحمد اسمه. هدى به بعض الدلالة، ورفع به بعض الخمالة، وكثر به بعض القلة، وأغنى به بعض العيلة، واستنكر به فئاما من الناس، أذيما من الهلكة. هو الذي أعطي مفاتيح الجنة، هو الذي أوتي لواء الحمد، هو سيد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، هو أول من يخرج من قبره. يمينه أبو بكر ويساره عمر، دخل المسجد، يمينه أبو بكر ويساره عمر، فأخذ بيديهما، بيمينه أبو بكر وبيساره عمر، قال أترونني هكذا نحشر يوم القيامة. يميني أبو بكر ويساري عمر، الناس يحشرون إلى المحشر مشاة، وأنا أكون على البراق، وبلال بين يدي على ناقة حمراء، يقود حبيب الله، يقود حبيب الله. وإذا وصلنا المحشر، قام بلال على ناقته وأذن أذان مدينة الرسول. سنسمع أذان بلال، سنسمع أذان بلال. هذا القدس قريب منكم. لما دخل عمر فاتحا، وكان يوم الجمعة ويوم مشهود، وتم سرورهم، فدخل وقت الصلاة، كل تمنى يا ليت بلال يؤذن،
وقد حلف ألا يؤذن بعد الرسول. فتناجى الناس بعضهم إلى بعض، لو يؤذن بلال. فتقلم عمر: يا أمير المؤمنين، قل لبلال يؤذن أول أذان في القدس. فطلب عمر بلال: يا بلال، يا أخانا، يا سيدنا، أذن لنا كما تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كنت تؤذن لرسول الله، أذن لنا. فبكى وقال: قد حلفت ألا أؤذن، ولكن أطيع أمرك يا عمر. فقام على صخرة، لما قال الله أكبر ضجت الصخرات ببقاء السحابة، بقوا بكاء حتى اختل لحاهم بدموعهم، تذكروا أهل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. فيدخل المحشر وبلال أمامه يقول: حامل لواء الحمد يوم القيامة، وعسى أن يبعث ربك مقاما محمودا، مفتاح الجنة بيده، إن الجنة حرمت للأنبياء حتى يدخلها، وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ترون عاجب العجائب، يعبرون الصراط أهل الجنة أولهم وآخرهم، الأمم كلها يجدون أبواب الجنة مغلقة، ولها ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب. هذا يدل أن جهنم أصغر من الجنة، الجنة أكبر. ثمانية سبعة مغلقة، أما أبواب النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وسقطوا فيها فجاء، وأما أبواب الجنة فمغلقة مغلقة مغلقة. إيش نعمل؟ على الأبواب عينان جاريتان، فألهموا لم يؤمروا، لأن الأمر انتهى في الأردن خلاص، في الدنيا الآن لا أمر ولا نهي. فألهموا فشربوا من الواحدة، فطهرت صدورهم وبطونهم من الغل والبول والبراس. لا يحقد أحد الآن، لا يحسد أحد الآن، لا يبول ولا يتعوط. ومن أخرى يتوضأون فتجري في وجوههم نظرة النعيم. لا شيب لا هرم، لا شيب لا هرم، لا انحناء، لا يحتاج إلى عصا، لا يحتاج. كم جالس على الكرسي؟ لا يحتاج الآن. ثم يقول: كيف ندخل الجنة؟ كيف ندخل الجنة؟ فترون عجب العجائب، وترون رفعة حبيب الله صلوات الله عليه وسلم. فلا يذهبون إلى سيدنا محمد، يذهبون إلى آدم: يا أبانا، يا جد الأنبياء، يا أبا الأنبياء، استفتح لنا الباب. فيقول: وهل أخرجكم إلا خطية أبيكم؟ اذهبوا إلى غيره. فيأتون إلى نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى ويوشع ويونس ولوط وشعيب وهود وصالح وهلم جرا. كل نبي يقول: لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع، حتى تنتهي الفئام الأمم إلى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: يا روح الله، يا كلمة الله، استفتح لنا الباب. فيقول: لا أستطيع، ولكن أدلكم على من يستفتح لكم. فقد عيسى يقول، فيقول: من؟ فيقول: اذهبوا إلى محمد بن عبد الله. فكل ياتي: يا حبيب الله، يا رسول الله، يا نبي الله، استفتح لنا الباب. فيقول حبيب الله: أنا له. فيقر ساجدا ويحمد ربه ويثني عليه ويهلل ويكبر، يلهم عندئذ لا قبل ولا بعد. فيقول الله تعالى: يا حبيبي يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفى تشفى. فيقول: افتح لنا الباب. قال: انت الفاتح، انت البادي. فتأتي الناقة من الجنة تطير، ولها جناحان من زمردة خضراء، فتنزل بين يديه فيركب، فتقوم الناقة فيسقط خطامها
إلى الأرض. فهذا معنى أن أحد يأتي ويقود ناقته. سقوط الخطام علامة أحد يأتي ويقود ناقته، هو بنفسه لا يقود. فكل يمد عنقه، من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، حسن، حسين، طلحة، زبير. فينادى ببلال، ينادى ببلال، سبق العرب والعشر، السادة والقادة، يقول بلال يقود ناقتي. فآتي إلى الباب وأقاطعها، فيقوم خازن الجنة رضوان، من؟ يقول أنا محمد رسول الله. يقول يا رسول الله أمرت ألا أفتح لأحد قبلك ولن أقوم لأحد بعدك. فيقول فأدخلها، فمعي فقراء المؤمنين، ومعي فقراء المؤمنين، سيد الأولين والآخرين، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول أوه إن آدم وجميع الأنبياء من ولد آدم تحت لبائي يوم القيامة. إذا أكثرنا الكلام فيه أحببناه، لا نتكلم في المجامع في البيانات، لا أسمع مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يليق أن نمدحه ويثني، ربه يثني عليه، ربه يمدحه، ربه يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ربه يقول إن لي عند الله 10 أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وأبي القاسم وطه وياسين، وهو الشاهد ومبشر ونذير وداعي إلى الله وسراج منير ومزمل ومدثر وطه وياسين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعزيز عليه وحريص ورؤوف ورحيم، إن الله أعطاه اسمين من أسمائه، هو بالناس الرؤوف الرحيم، وهذا محمد بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نحن بين رؤوفين رحيمين، نحن بين رؤوفين رحيمين، فوق العرش رؤوف رحيم ربنا جل وعلا، وعلى الأرض محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم رؤوف رحيم. لله در حسان، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، فأنك قد خلقت كما تشاء. الحسن يتعلق بالوجه والجسد الظاهر، والجمال يتعلق بالنسب، الجمال يتعلق بالنسب، والحسن يتعلق بالأعضاء والجوارح. فقال وأحسن منك لم تر قط عيني، الحسن يتعلق بالظاهر. وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسيما كسيما، كما قالت أتحير من أم معبد أتعبت الشراح، رأيت رجلا ظاهر الوضع أبلج الوجه، لم تعبه فجلة، لم تزر به سقطة، في عينيه تعج، في عنقه سطع، في لحيته كفافة، في صوته سحب، حسن الخلق، وسيم قسيم. إيش معنى وسيم؟ إيش معنى قسيم؟ الوسيم من لم تشبع منه العين، كلما رأيته ازددت حرصا. هو الواحد في الكون، هو محمد صلى الله عليه وسلم. كان يوسف حسينا وحبيبنا وسيم، وسيم الذي لا تشبع منه العين، إذا رأيته ثم أحبب، إذا رأيته ثم اشتهيت، إذا رأيته ثم تمنيت، حتى تتعب عينك ولا تشبع. وإيش معنى قسيم؟ من أحاط بجميع جوانبه الحسن والكمال، هو قسيم،
وصيم قصيم أحاط بجميع جوانبه الحسن والكمال، وسيم قصيم فقال وأحسن منك لم تر قط عين، والجمال يتعلق بالنسب وقال وأجمل منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تلد النساء، أفخرهم نسبا أشرفهم نسبا أعلاهم نسبا أجملهم نسبا أكملهم نسبا أطيبهم نسبا أطهرهم نسبا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائد بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. فاعرفوا منزلته، نحن تجار نبيع بضاعة لا إله إلا الله محمد الرسول، هي بضاعتنا هي بضاعتنا، نبي مفتاح الجنة مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفتاح العز والفلاح لا إله إلا الله محمد رسول الله، مغلاق الشر والفساد والذلة والمسكنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مغلاق النار لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفتاح خصائن الله تعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفتاح أبواب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مغلاق أبواب النار لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفتاح المحبة والمودة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مغلاق الشر والحقد والحسد والبغضاء لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفتاح التقدم لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفتاح الألفة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفتاح الهيبة والإجلال لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفتاح البركات مفتاح البركات في الأولاد في الأولاد والمال لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفتاح الفوز والنجاة بالجنة مفتاح الفوز بالجنة والنجاة من النار لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه دعوتنا هذه دندنتنا، لا أدري إلا هذا دندنتي حول ربي وربي ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، لا ندخل في الأشياء أخرى، تكلموا ربكم تكلموا حبيبكم حتى نحبه ونحب حبيبه ونحب ما أحبه الله ورسوله ونكره ما كرهه الله ورسوله، أبا الحب أن يخفى وكم قد كتمته فأصبح عندي قد أناخ وطنب، نحب الله ورسوله ندعو إلى الله ورسوله، ومستعدين أنتم؟ الذي يريد أن يقوم نقدا فليقم نقدا، قوموا نقدا في سبيل الله في إحياء لا إله إلا الله محمد رسول الله في نفوس الناس، قوموا نقدا قوموا نقدا، الذي ما سبق اسمه من قبل الذي ما سبق اسمه، Thank you.
الذي ما سجل الذي ما شكل هو يقوم. كم عندك ساعة 16 ساعة 16 دقيقة ساعة 20